جينا النهارده قالوا في اجتماع جمعيه العموميه الكلام عن النقابه والمصاوير. حضرتك احنا فوجئنا ان احنا بنوقع المفروض بالحضور بالرقم القومي. اكتشفنا ان احنا بنعمل ده علشان يعني النقابه الحل وعلشان يبقى في حد بديل والحد ده دي مصلحته. واحنا بنمضي من غير ما احنا عارفين بنمضي على ايه. المفروض احنا اي مؤتمر بنحضره بنوقع عليه وبنحط رقم البطاقه. احنا فوجئنا ان احنا بنوقع علشان ينحل كل حاجه هي واخداها، كل الحاشيه اللي حواليها هي اللي بتقوم بكل الدورات الحربيه. احنا طبعا مش عايزينها، هي ما بتمثلناش في اي حاجه، اي مشكله لينا ما بتسمعناش ولا بنشوفها. لنا واحد يقول ايه كان في مؤتمر وزير الصحه هيحضروا علشان الناس دي هتتكلم معاكم تشوف انتوا طلباتكم ايه وعايزين ايه علشان النقابه بتاعتنا نقابه هزليه، نقابه التمريض نقابه هزليه ما بتديش لحد حقه. انا جوزي مات ادتني 50 جنيه بعد مده خدمه 39 سنه. بعد 39 سنه جوزي توفى ادتني 50 جنيه نقابه التمريض. قانون النقابه ده بتاعنا من ايام السادات. من ايام السادات في اول مجلس ليه عمل القانون بتاعنا ده. القانون فيه معاش 50 جنيه للممرضه في الوقت الحالي اللي احنا فيه. كنا ساعتها بنقبض. المشكله كلها لما احنا رجعنا انا عندي نقابه عامه وعندي نقابه فرعيه من اسكندريه. لما نجحنا في الدوره دي كان نفسنا نعدل القانون يا جماعه ده. القانون ده ما اتعدلش. هقول لك ليه. احنا مسكنا ست شهور وبعد كده الدنيا قامت. الثوره قامت. الثوره